السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي بمدارس المنتزه الخاصة، معكم الأستاذ عبد الرحمن السيد في مادة الرياضيات. هنراجع مع بعض النهاردة تمارين على الوحدة الثالثة، وحدة الهندسة والقياس. طبعا درسنا الأشكال الهندسية ودرسنا الحجوم، هنشتغل النهاردة شوية مسائل على الأشكال الهندسية والحجوم. السؤال الأول، أكمل: كل ضلعين متقابلين متوازيين فين؟ إيه الشكل اللي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين؟ واحد شاطر يقول لي: يا مستر ده متوازي الأضلاع والمربع والمعين والمستطيل. ممتاز، الله ينور. الأربع أشكال دول فيهم الخاصية بتاعت كل ضلعين متقابلين متوازيين. بس السؤال ده لو جالي في الأكمل أو الأخطر لازم اكتب له متوازي الاضلاع، لان ده تعريف العام لمتوازي الاضلاع، ومتوازي الاضلاع هو الشكل العام بتاعهم، لكن المربع والمستطيل والمعين دي حالات خاصة من متوازي الاضلاع. يبقى الاجابة بتاعتي هي متوازي الاضلاع. القطران متساويان في الطول، ها مين الشكل اللي فيه القطران متساويان؟ ممتاز، المستطيل. طب عايز اسأل عيل شاطر: مين الشكل اللي فيه القطران متعامدان؟ الله ينور، المعين. طب مين الشكل اللي فيه القطران متساويان ومتعامدان؟ المربع، الله ينور عليك. طيب السؤال الثالث، اذا كانت احدى زوايا متوازي الاضلاع قائمه فانه يسمى. مستر هي متوازي الاضلاع زاويته قائمه؟ لا، بيقول لك لو متوازي الاضلاع في احدى زواياه قائمه هيتحول من متوازي اضلاع الى ايه؟ الى مستطيل. طيب السؤال الرابع، القطران لسه قايلها اهي، القطران متساويان ومتعامدان في، من الشكل اللي فيه القطران متساويان ومتعامدان؟ المربع. طالما اعطاني خاصيتين في القطرين يبقى اذا ده المربع. طيب مجموع قياس اي زاويتين متتاليتين في متوازي الاضلاع. طب ما تيجي كده نراجع بسرعه مع بعض خواص متوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع ها هو شكل رباعي فيه كل ضلعان متقابلا متوازيا متساويا في الطول، ها كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس، كل زاويتان متتاليتان مجموعهم، اهو مجموع قياس اي زاويتين متتاليتين. الله ينور عليكي شاطره، 180 درجه. الخاصيه الاخيره، القطران ينصف كلا منهما الاخر. السؤال السادس، هو معين، وانت مغمض قلت هو معين، هو مستطيل، الشكل الوحيد اللي بيتحول من معين ومستطيل هو المربع. يبقى المربع هو معين احدى زوايا قائمة، المربع هو معين فيه القطران متساويان في الطول، المربع هو مستطيل فيه القطران متعامدان، المربع هو مستطيل فيه ضلعان متتاليان متساويان في الطول. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع، رسم لي أ ب ج د متوازي أضلاع، وحطيت لي على الرسم طول أ ب ب3 وطول ب ج ب5 وقياس زاوية ب ب110. أكمل: أ د من الخواص لسه قايلينها، تمام، يبقى ده 5. ج د، ج د تقابل أ ب، طب أ ب ب3 يبقى ج د ب3. قياس زاوية د، قلنا كل زاوية متقابلة متساوية في الطول، ده 110، يبقى زاوية د هي كمان ب110. قياس زاوية أ، قياس زاوية أ تساوي، ها شاطرة، كل زاويتان متتالية مجموعهم 180، يبقى هجيب قياس زاوية أ، هنجيب قياس زاوية أ هيساوي، ها 180 ناقص 110 تساوي 70 درجة، يبقى قياس زاوية أ بتساوي 70 درجة. طب قياس زاوية ج، مستر ما قياس زاوية ج زي قياس زاوية أ، من الخاصية كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس، يبقى قياس زاوية ج هتساوي 70 درجة. طيب محيط متوازي الأضلاع، قلنا إن محيط متوازي الأضلاع قريب شوية من محيط المستطيل اللي هو عبارة عن الطول زائد العرض في إيه؟ في 2. طب يبقى محيط متوازي الاضلاع مجموع طول ضلعين متتاليين في 2، يبقى انا هجمع ال 3 زائد 5 واضربهم في 2، يبقى 3 زائد 5 8، 8 في 2 ب 16. السؤال اللي بعده،
جايب لي برضو في الشكل المقابل ألف ب ج د متوازي أضلاع، ورسم لي القطر ب د زي ما انتوا شايفين اهو باللون الأصفر اهو القطر ب د ده. طيب وعطيني قياس زاوية ج بتساوي 60، طالب مني قياس زاوية ب د ج ب د ج، لا ده هو عطيني قياس زاوية ب د ج ب70 وطالب مني قياس زاوية مين؟ ألف. طب قياس زاوية ألف من الخاصية كل زاوية متقابلة متساوية في القياس، يبقى قياس زاوية ألف هتساوي قياس زاوية ج هتساوي 60. طيب عايز أجيب قياس زاوية ألف د ب. ألف د ب زي ما احنا شايفين كده بالأسهم اللي أنا شغال بيها دي، ألف د ب هي جزء من زاوية ألف د ج. طيب الجزء التاني بتاعها ب70 وقياس زاوية ج ب60، عايز أجيب الجزء ألف د ب، يبقى انا هجمع 70 زائد 60 واطرحهم من 180، يبقى 180 ناقص 70 زائد 60 هيساوي 50 درجة. السؤال الرابع بيقول لي ايهما اكبر حجما ولماذا؟ سؤال سهل اهو، متوازي مستطيلات ابعاده الطول والعرض والارتفاع ام مكعب طول حرفه 10 سنتي. يبقى انا اول حاجة اروح اجيب حجم متوازي المستطيلات اللي هو بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، يبقى نضرب 12 في 10 في 8 يساوي 960 سنتيمتر مكعب. طب عايز اجيب حجم المكعب، حجم المكعب يساوي طول الحرف في نفسه في نفسه، يبقى هضرب 10 في 10 في 10 يطلع معايا 1000 سنتيمتر مكعب. يبقى كده من النواتج بتاعتنا الاقي ان حجم المكعب اكبر من حجم متوازي المستطيلات. السؤال الاخير سؤال مهم جدا فكرته حلوة، بيقول ايه السؤال؟ بيقول لي سيارة نقل لمواد البناء ابعاد صندوقها من الداخل 5 متر، 1.8 متر، 6 متر، يراد تعبئتها تماما بقوالب طوب البناء حيث ابعاد القالب 25 سنتي، 12 سنتي، 6 سنتي. اي حد طبيعي هيشوف متوازي مستطيلات هيروح يجيب لي ايه الحجم، يبقى انا هروح اجيب حجم صندوق السيارة اللي هو الطول في العرض في الارتفاع، هضرب 5 في 1.8 في 6 يطلع 5.4 متر مكعب عشان هو عطالي بالمتر. طيب هروح اجيب بقى بعد كده حجم قالب الطوب، يبقى انا هضرب الطول في العرض في الارتفاع 25 في 12 في 6 يطلع معايا 1800 سنتي مكعب. واحنا متفقين قلنا اي مسألة يطلب مني عدد القوالب او عدد القطع يبقى انا هقسم الحجم الكبير على الحجم الصغير، بس في مشكلة دلوقتي ان حجم الصندوق بالمتر المكعب وحجم قالب الطوب بالسنتيمتر مكعب، طبعا مش هينفع اقسم متر مكعب على سنتي مكعب. طب ايه الحل يا مستر؟ الحل اللي انا احول من متر مكعب لسنتيمتر مكعب بالضرب في ايه؟ ممتازة، في مليون. يبقى انا هقول اكبر عدد ممكن هاخد 5.4 اضربها في مليون عشان احولها من سنتي من متر مكعب لسنتي مكعب واقسمها على 1800، يطلع الناتج معايا بيساوي 3000 قالب طوب، يبقى عدد قوالب الطوب 3000 قالب طوب. السؤال الثاني بيقول لي تكلفة نقل قوالب الطوب اذا كانت تكلفة نقل الالف قالب بمبلغ 35 جنيه، يعني العربية دي هتحول الالف قالب ب35، يبقى 3000 قالب هيدفع فيهم كام؟ يبقى انا هقسم ال 3000 على ال 1000 واضربهم في 35 يطلع الناتج معايا بيساوي 105 جنيه. وبكده نكون راجعنا مع بعض الاشكال الهندسيه ومسالتين حلوين على الحجوم، واتمنى من الناس تراجع القوانين كويس وتبقى حافظاها عشان تعرف تحل بيها المسائل. وبالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.